بس غيرت اسمي منذ 13 سنة، وحاليا سياوش أفيستا. سياوش هو ضحية من أجل الحرية الإيرانية منذ 4000 سنة، ابن الشاه ابن الملك، ولكن صار عنده مشاكل وقتلوه. وأفيستا أول كتاب حضاري ثقافي وإيرانية كتب كما يقال بيد زرتشت. أفيستا كتابه. سيد نجاح محمد علي، تعرف بأن دكتور مهدي خزعلي هو الرجل من مخابرات الإيرانية منذ رفسنجاني، وأبوه أبو القاسم خزعلي أحد كبار رجال الدين الإيراني. هو قال لي منذ أحمد نجاز أخذ السلطة، قال لي بأن أحمد نجاد غير اسمه، وهو اسمه كان سابورتشيان، وكان من أسرة يهودية إيرانية، غير اسمه، اسم الأسرة اسمه محمود، لكن اسم أسرة كان سابورتشيان. وأنا بعطيك نسخة من بطاقة الهوية لأحمدي نجاد حتى أنت بتشوف مكتوب بأن سيد أحمدي نجاد غير اسم الأسرة من سابورتشيان إلى أحمدي نجاد. هذا الوثيقة خزعلي كان في يده، لأنه كان أحد الرجال المخابرات في زمن الرفسنجاني. عندما انتشرنا هذا، بعدين صار اتفاقية بين السيد خامنئي والسيد رفسنجاني، فلذلك 4 سنين الأولى ما حكوا عن هذا القصة، ما قالوا بأنه من أصل يهودي أو لا. أما مرة أخرى كان يريد أن يأخذ السلطة، عندما أجا في التلفزيون الإيرانية وقال بأن سيد رفسنجاني هو إنسان مش كويس، سرق كثيرا من الأموال الإيرانية إلى آخر، بدأوا أن يحكوا عن اسم الأسرة يهودية أحمدي نجاد. في هذا الكتاب سازمان جاسوسي الله أنا أكتب أسرار كثيرا جدا عن هذه القصة، بأن مش أنا سياوش أفيستا أقول هذا، لا، الرجال الذين خدموا الثورة الإسلامية مثل رفسنجاني، مثل مهدي خزعلي، مثل مهدي هاشمي ابن هاشمي رفسنجاني، هم الذين قالوا بأن أحمدين. حتى كروبي عندما كان في التلفزيون الإيرانية أمام أحمدين نجاد قال سيد أحمدين نجاد كل ما عملتم أنتم خدموا أجانب، خدموا الأجانب ما خدموا الشعب الإيرانية. وتعرف سيد نجاح محمد علي، أنا أظن بأن تعرف أم لا، صار في سنة 2007 أو 2006 أحمد نجاد كان بطلا للتلفزيون الإسرائيلية. في زمن الحرب مع بيروت، إسرائيل مع بيروت، الجيش مش كلهم 10 15 20 من جيش الإسرائيلية كان صورة أحمدي نجاد على قميصه، وهذا موجود يعني بعطيك. فلذلك يقال بأن أحمدي نجاد عندما هاجم الإسرائيل وعندما قال بأننا ضد إسرائيل خدم إسرائيل لكي يعمل السلام مع بلاد الأخرى. كما تعرف أنت اليوم سيد نجاح محمد علي، اليوم نحن نحكي سويا، كل بلاد العالم إسلامية عربية يعترفون بإسرائيل، وكلهم يريدون أن يعمل علاقات طيبة مع إسرائيل. هذا من سبب هذا؟ سيد أحمدي نجاد. ممكن هذا كويس مشان السلام في العالم. كروبي عندما
كان يعمل مقابلة في التلفزيون الإيرانية مع أحمد نجاد، قال أنت كنت رئيسا للأجانب، أنت خدمت الأجانب، أنت مش خدمت الإيرانيين، خدمت الأجانب، واليوم يقال كل الناس بأن هو خدم إسرائيل لكي إسرائيل يعمل السلام مع كل البلاد العربية والإسلام، لأن عندما كانوا وقالوا بأن أحمد نجاد هو خطر، خطر للإسرائيل وكل البلاد العربية الإسلامية الأخرى، قالوا نحن نعمل السلام مع إسرائيل. أحمد نجاد هو عضو لمؤسسة كبيرة وعظيمة وعريقة دولية. أحمد نجاد مش نفسه، هو في داخل المنظمة الدولية، هذه المنظمة نحن رأيناه في نوري كارتا. نوري كارتا تعرفونهم، هم اليهود متطرفين الذين جاءوا إلى نيويورك سنة الماضي 5000 أمام أمم المتحدة من أجل أحمد نجاد. تعرف سيد نجاح محمد علي في زمن رفسنجاني، عندما رفسنجاني كان رئيسا للجمهورية، علي خامنئي لم أكن أحدا، وكان زعيم جالس لا يعمل أي شيء، عنده قليلا من العملة الإيرانية في يده، لكن البترول، السياسة الخارجية، السياسة الداخلية، مخابرات الإيرانية، كل على يد رفسنجاني. في الزمن الخاتمي نفس الشيء. أما منذ أحمد نجاد أخذ السلطة، خامنئي صار زعيما، وهو كان زعيم حقيقي في إيران منذ أحمد نجاد، فلذلك مرة أخرى أيضا هو قرر بأن أحمد نجاد يكون رئيس للجمهور. Like سيد رودريگز کامرمان. برای مادران mehrtv.fr تلویزیون تبعنا باللغة الفرنسية mehrtv.fr. کفرهاشون برشم سرنگ ایران، در ذهنشان نه چیزی جز عهد و پیمان، پیمانی که آنها را می برد به میدان. هو فریدون فرخزاد قتل بید فرخزاد، دور از وسوسه‌های روح و تن بودند، سرسبزی صداقت سخن بودند، هم رزمان قهرمانان شرف بودند، تمام عمر دنبال یک هدف بودند. دار و گفتار و کردار نیک فریدون فرخ، سید نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری الفرانسوی کتب لی مستر عباسی و تا شانزلیزه. هنا سید سارکوزی یقول با انانی افتخر ان اقرا كل ما تكتب انت و الى آخر، یعنی اشکرش کثیرا، اشکرک کثیرا. و هنا فی شیء اخر لرئیس البرلمان الفرانسوی الاسبق سيد دوبري، جان لوي دوبري كمان كتب هون. سي جان لوي دوبري هو حاليا رئيس للكونسيل ديتا، وكتب بان فيف ديفيد عباسي، فيف لا ريبوبليك،
یعنی آش سیاوش عویستا و آش فرانسی. انا کنت مسلم، انا کنت اسلم، انا کنت اسم، ولكن عندما رأيت ماذا فعل خميني، ماذا فعل بن لادن، طبعا قبل بن لادن نحن شفنا خميني قتل الناس حتى قتل المسلمين. انا مش موافق طبعا مع مجاهدي خلق، لكن كل مجاهدي خلق هذول مسلمين قتلوهم في السجن، في السجن، في الشارع، في برا طبعا. لا في الشارع كانوا هم يقتلون. لا في سجن 100,000 شخص. انا طبعا ما بدي احكي من مجاهدي خلق، هذا قصة اخرى، لكن هذول كانوا الشعب، كان شعب الايران، شباب الايران، وهذول كانوا مسلم، كانوا يسند هذا الناس. والان سيد نجاح محمد علي في طهران، انا مش موافق مع موسوي ولا مع كروبي، لكن هذا الناس مسلم مهم لا؟ اخذوا الناس الى كهريزاك، هذول كانوا مسلم ام لا؟ قتلوا محسن روح الاميني، هو مسلم ام لا؟ ابوه يشتغل مع خميني، روح الاميني يشتغل مع خميني، قتله ابنه في مشهد. انا اعرف سيد غنيان، غنيان من اصحاب الثوره، من اصحاب رجال الدين، من اصحاب خامنئي، من اصحاب رفسنجاني، قتلوا ابنه مصطفى. هذول كلهم مسلم يسلون، ولكن نحن راينا بان الاسلام في داخل ايران، طبعا تعرف احسن مني، بيختلف مع الاسلام موجود في العراق، في لبنان، حتى في بلاد الاخرى. حتى الشيعه تبع خميني اختلف مع الشيعة، مع الاخرين، رجال الدين الاخرين، لان الخميني هو بده يحكم، بده ياخذ سلطه، بده يجلس على مكان الشاه ويحكم الشعب. الان انت روح في شانزليزه سيد نجاح محمد علي، في شانزليزه اطلب من الناس، انت ايراني؟ نعم. انت مسلم؟ لا انا مش مسلم. شو اسمك؟ جمشيد. ممكن كان عنده علي قبل البارحه، لكن اليوم صار جمشيد، صار كورش. نحن في هذا الشانزليزه رايته شخصيا منذ 30 سنه، انا رايته شخصيا بان ابناء الرجال الدين الايراني ياتون هون، يجلسون في شانزليزه يشربون. بعد ما انت اذا سالت انت مسلم؟ لا انا زرتشتي. لا انا لا، ليس لدي دين. شو اسمك؟ اسمه ممكن علي اكبر، علي اصغر. اسمي داريوش. انت تعرف احسن مني سيد نجاح محمد علي، انا عشت في ايران وعشت في مع الايرانيين. الان في برا حتى في داخل، عندما تسال الناس هم يحرمون عن الاسلام، يحرمون عن اسم الاسلامي، ويقول ويتشبث بالعقيده الايرانيه قبل الاسلام. ليش؟ لأن شافوا منذ 32 سنة إسلام الإيراني، الإسلام الخميني، يقتلون الناس، يسجنون الناس، يسجنون الناس ويخربون بيوت الناس. أنت قلت أن الإيرانيين يخرجون من دين الله أفواجا بسبب تصرفات رجال الدين أو الحكومة الإيرانية، وغيروا أسماءهم. أنت أيضا أحكي لنا عن حالتك وتجربتك الشخصية. عندما صار عمري 40 قررت بأن أخذ اسم سياوش أوستا لكي بكون أسرة، أقول لك أسرة لتاريخنا، للحضارة تبعنا، ولما يفكرون شعبنا اليوم. شعبنا اليوم، شعب الإيراني اليوم، شعب الحضارة العريقة الإيرانية. حبيبي أنا أقول لك شيئا لكي أكثر الناس لا يعرفون، بأن نحن لا نريد بأن شعبنا غير دينه. أنا ضد كل الأديان، لكن أقول لك بأن نحن نعتقدون بالله، ولكن زرتشتي وأفستائي مشاننا هي دستور للحياة مش دين. يجب أن تعرف هذا ويعرفون كل الناس بأن نحن لا نريد أن نغير دين الناس، لا،
لكن نريد أن نعطيكم هم دستور، دستور من أجل الحياة جيد وطيب والسعادة في هذا الدنيا والجنة في هذا الدنيا. هذا مش دين، هذا دستور للحياة. زرتشت هو ما قال بأنني جئت من عند الله، قال أنا جئت ليذكركم العلمانية، علمانية المخ ومغز تبعكم، ويتخذون العلم كأسرة في حياتكم. أبدا هو ما قال بأنني بعثت من عند الله لأعمل هذا ولأعمل هكذا. فلذلك الزرتشتي مش دين كما دين موجود، دين إسلام، دين يهودي، دين دستور للحياة. وكتاب أرستا، كتاب أرستا كان مكتبة 120 كتابا من كل العلوم موجودة في العالم. يعني القصة الزرتشتية يختلف من قصة الأديان، يعتبرون بأن جاء من عند الله. هندارنيك قفتارنيك كردارنيك، ماذا يعني هذا؟ يعني الفكرة طيبة، قفتارنيك الكلام طيبة، كردارنيك العمل طيبة. يجب أن تفكر، تكلم وتعمل طيب وجيد. امان منطقي، امان منطقي هو بدا انتاج الفيلم في ايران منذ تقريبا 40 سنة. ماغي ايضا معنا، ماغي صحفيه فرنسويه قابلت رجال كبير من فرنسا، وانا اترك هي لتقول لنا ماذا تعمل ومن هو. دكتور محمود رزايان ياتي من لوس انجلوس، هو مدير المجله المهر. سيد رحيم شريفي احد اصدقاء شابور بختيار ومصدق، وهو كاتب كبير، هو مدير للمجلة سهاند. سهاند تخرج من باريس منذ تقريبا 25 سنة. ولدت في مشهد في حي نوران، وأبوي شيخ عباس عالم ديني، أول معلم علمني القرآن حافظ عمر خيام. بعدين عندما دخلت في مدرسة، يعني أول مرة دخلت في مدرسة كنت أعرف أشياء، وكان هذا جيد مشان يعني. وبعدين أنا بدأت أن أكتب في الصحف الإيرانية منذ كان عمري 12 سنة. وبعدين أول شيء أنا كتبته كان شيئا حول حويدة رئيس الوزراء في زمن الشاه. أول ما كتبته صار مشكلة لي، وأنا عمري 13 وممكن 12. في زمن الشاه كان حزبين، حزب الشعب، حزب مردم، وحزب إيران جديد، إيران نوين. إيران نوين كان حزب حكومة، حزب دولة، حزب حويدة السلطة، وحزب مردم كان مع السلطة ولكن ما كان في الحكومة في دولة. يعني ناصر عامري كان زعيمه، وأنا كنت في هذا الحزب، وكنت زعيم الشباب في ولاية خراسان.
بس بعد سنتين بعد ثلاث سنين الشاه سكر كل الأحزاب الإيرانية وأسس حزب المباهد حزب راستاخيز. راستاخيز ممكن نقول حزب الثورة لأنه أو حزب النهضة أو حزب البعث النهضة أو حزب البعث، ولكن هو في مخه كان ثورة. بس راستاخيز كما أنت قلت بعث ونهضة، ولكن هذا الحزب والشاه قال إما أنتم مع هذا الحزب إما يروحون إلى السجن إلى يخرجون من البلد. وأنا عمري 17 سنة شفت هذا المشكلة في داخل البلد، وبعدين تركت الشغلة الحزبية لكن تابعت الكتابة. كنت أكتب في صحف إيراني مثل كاريكاتور، كنت أكتب في صحف ولاية الخراسان خراسان، صحيفة خراسان، صحيفة آفتاب الشرق، صحيفة نبرد ما. أنا كنت صديق مع دكتور علي شريعتي، وكنا صديق مع سيد علي خامنئي، وكنا أصدقاء ممكن أن أقول مع رجال الآخرين مثل هاشمي نجاد، والآن حتى في جوادي آملي. هاشمي نجاد عبد الكريم هاشمي نجاد قتل، نعم، زوج عمة محمد علي الطحي، نعم، وعبد مجاهد خلق، لا هو احمد اخوه كان مع مجاهدي خلق، لا الذين قتلوه قتلوه مجاهدي خلق، صحيح. وعبتي حتى كان صديقي، لكن انا وعبتي عمرنا نفس الشيء، لكن هاشمي نجاد خامنئي 17 سنه اكثر مني عمره، ولكن نحن كلنا في مشهد، وحتى الشيخ علي طهراني كنت مع هذا الناس. الشيخ علي الطهراني هو زوج شقيقة خامنئي، شقيقة خامنئي، زوج بدري خانوم، بدري خانوم. كان سنين لاجئ في العراق، ولكن خرج من العراق ودخل في إيران، وحاليا موجود في إيران. كنت شابا عمري 20 سنة تقريبا، وكنت من الذين عملنا الثورة من أجل الحرية، عملنا الثورة من أجل التغيير في شؤون البلد. شاه اجى في تلفزيون وقال أنا سمعت صوتكم، أنا سمعت ثورتكم، أنتم تريدون التغيير وأنا بعطيكم التغيير. يعني كنا نريد التغيير بس مش حكومة دينية. متى تعتقد أنه أنت بدأت تفكر بطريقة تختلف عن تفكير الإمام الخميني وبقية رجال الدين؟ في أي وقت بالتحديد؟ منذ خميني غير كلامه، لأن عندما كان في باريس حتى عندما كان في طهران كان يقول بأن رجال الدين لا يريدون أن يأخذوا السلطة، فلذلك أول رئيس للجمهورية ما كان رجل الدين، حتى ما كان مرشح بينهم، وخميني أمر بهذا لأن بهشتي طالغاني هذول كله كانوا يريدون أن يكونوا مرشح للرئاسة الجمهورية، لكن خميني رفض. منذ غير رأيه السيد خامنئي صار رئيسا للجمهورية، والسلطة السلطة السياسية كله جاء على يد رجال الدين، نحن رأينا بأن الخميني كذب الشعب وغير رأيه، فلذلك نحن ما كنا من أجل الحكومة الدينية، نحن كنا من أجل الحكومة السيكولار علماني والدين في المساجد. وفي تلك المرحلة ماذا فعلت؟ أنا كنت رئيس تحرير للصحيفة إرشاد، طبعا تابعت كتابة في صحيفة الإرشاد، وإرشاد كان أول صحيفة ممنوعة بعد الثورة الإسلامية في إيران، يعني بعد سنة ونص بالضبط عندما أنا كتبت نحن لا نريد حكومة دينية ولا نريد مداخلة
لرجال الدين في السياسة وفي الحكومة الصحيفة تبعي صار ممنوع. لكن 6 أشهر أنا تابعت صحيفتي في داخل إيران، ولكن بعد 30 من خرداد 60 تاريخ إيراني أجبرت أن أترك الإيران. ليش؟ لأنك حياتي كانت في الخطر. في 30 خرداد بالمواجهات المسلحة مع مجاهدي خلق. طب بعد أسبوع أنا أجبرت أن أترك الإيران. ما علاقتك بمجاهدي خلق أنت؟ لا، مجاهدي خلق بدأوا نزالا غير صحيح. يعني عندما شيخ علي طهراني، أنا ما قلت لك هذا، أقول لك شيخ طهراني ليلة 29 بخرداد قال لي وكتب لي مع زعيم مجاهدي خالق معي في مشهد، وكتب وعندي صوت من علي طهراني بعتيك حكى معي، قال هم الذين يضربونكم أنتم يجب أن يضربوهم، هم إذا قتلوهم أنتم ممكن بإمكانكم أن قتلوهم. يعني الكفاح المسلح بدأ 30 بخرداد، والفقيه رجل الدين أعطى فتوى كان شيخ علي طهراني. علي طهراني الذي هو زوج بدري خانو وشقيقة خامنئي أعطى فتوى بمواجهة الثورة الإسلامية وقتل زعماء طبعا عسكريا، وقال قرآن، قال بأن القرآن يسمحون لكم يأمرون لكم أذن للذين يقاتلون في سبيل الله، أذن، قال أذن، قال إمام علي يقول رد الحجر من حيث جاء، رد الحجر من حيث جاء، إن الشر لا يطوى إلا الشر، رد الحجر من حيث جاء، فالشر لا يواجه إلا بالشر، يجب الرد على الشر بالشر، وهذا ما قاله الإمام علي. وإذا كانوا هم يفتون فأنا أيضا مجتهد وأفتي بالرد عليهم وضربهم، لأنهم يعملون ضد الإسلام، إني أعرفهم جيدا وبعضهم خبيث بالفطرة وأشك في دينهم، والله العلي العظيم إن بعضهم لا يؤمن بالله. شريعتي معلم الثورة الإسلامية للإيران، وأنا كنت معه، ولكن بعدين عندما وصلت إلى فرنسا إلى باريس، أول شيء شفت الكذب وأشياء قال لنا علي شريعتي، أشياء ما كان صحيح أبدا، وغير التاريخ لكي يعمل كل شيء على مرام إسلام، على ما يرام إسلام. أول شيء أنا كنت مع بنته في باريس وشفت مساري فرنسية، في الزمن كان فرانك والآن في يورو، شفت هون كتب ليبرتي إيجاليتي فراترنيتي، شعار الثورة الفرنسية، شريعتي هذا الحرية، وكان يقول أزادي برابري برادري، الحرية مساواة الأخوة. شريعتي قال لنا وكتب في كتاب جهتكيري طبقاتي مجموعة سر رقم 10، كتب بأن هذا الله أعطاني في مخي، أنا كنت نائما وفجأة جاء في مخي وكتبته هذا، أوحي إليه ألهم إليه، كذاب، هذا شعار ثورة الفرنسية ومكتوب في كل مكان في فرنسا، على البرلمان، على الجامعة، على معهد، كل ما تروح تشوف مكتوب ليبرتي إيجاليتي فراترنيتي. شريعتي كان يسلم الأفكار الماركسية والأفكار الغربية، ما الضير في ذلك؟ هذا كذب، نحن لا نقدر أن نقول بأن النبيذ حرام، لكن حلال لي. مثلا هذا قصة النبيذ، وكان يشرب النبيذ، كتب أكثر، كتب النبيذ حلال لي، لأن أنا علي شريعتي دكتور، هذا أين كتب علي شريعتي؟
مكتوب حتى صدر في إيران خرج في إيران حتى في إيران عندما زوجة علي شريعة صدر هذا الكتاب من علي شريعة وزارة الإرشاد كتب تحت الصفحة بأن هذا الكلام علي شريعة قال ولكن لا يجوز في الإسلام حرام موجود هذا يعني شريعتي السيد نجاح محمد علي نحن لا نقدر أن ندخل الكذب في حياتنا كبروفيسور كأستاذ في الجامعة شيئا آخر أقول لك أستاذ اليوم نقول دكتور علي شريعتي أنت في باريس أرجوك روح إلى السوربون مكتبة السوربون وأطلب أطروحة علي شريعتي أطروحة تبعه مش أطروحة للسوسيولوجي جامعة شناسي وما درس السوسيولوجي وما درس التاريخ هو ما درس هنا تاريخ الأديان هو درس هنا هاجيولوجي هاجيولوجي حاجي حاج 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 The blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them If you're coming for me, hope you're ready for a demon I got eyes in the back of my head الإيرانيون من معارضة ومن سلطات ومن حكومات ومن مؤيدين يتكدسون في باريس يعني لأن باريس الحرية موجودة في فرنسا يختلف مع الحرية موجودة في بلاد الأخرى كما إنجلترا كما أمريكا كما ألمانيا هنا لدينا حرية فلذلك منذ أنا دخلت إلى فرنسا بدأت نشاطاتي السياسية دون أي مشكلة حتى اليوم ماذا فعلت؟ أنا في البداية بدأت مع أبناء علي شريعتي إحسان سوسان سارة أنت تهاجم شريعتي وتعمل مع أبنائه قلت لك في البداية كنت معهم لكن هنا في البداية قلت لكم إنما رأيت ليبرتي إيجاليتي فراترنيتي فتح نافذة في فكري ووجدت شريعتي وكل ما كان يقول لنا ما مشكل أكثر من كلامه كان كذب فلذلك أنا ليس كذبا ربما يكون قد نقل أفكارا من الغرب إلى الشرق لا حبيبي أنا قلت لك عندما يقول أوحى إلي ليبرتي إيجاليتي فراترنيتي هذا كذاب عندما هو ما درس السوسيولوجي لا تاريخ أديان يقول أنا درست في باريس هذا 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 كذاب طيب نرجع إليك أوكي عملت مع أولاد شريعتي سنة ماذا فعلت؟ كنا نصدر الصحيفة أنا كنت رئيس تحرير تبعه إرشاد إرشاد وبعدين لأن كان علاقات مع مجاهدي خارج يعني أبناء شريعتي كانوا يريدون يتعاملوا مع مجاهدي خارج وأنا كنت مخالف لأن مجاهدي خارج كانوا يتعاملوا مع صدام حسين وأنا كنت مخالف فلذلك خرجت أبناء شريعتي من منظمة رانا منظمة صحيفة إرشاد وحتى اليوم أنا أتابع إرشاد بالفرنسية وبالفارسية بس مع فكرة علمانية بعدين سنة 85 أسست هنا في باريس أول إذاعة حر إذاعة آباء إيران حتى اليوم موجود إذاعة آباء إيران وبعدين بدأت نشاطات ثقافي حفلات إيراني مسرح سينما حتى اليوم نتابع نشاطاتنا الثقافي والفني في فرنسا وفي طبعا احيانا في بلاد الاخرى تفنگت را زمین بگذار تفنگت را زمین هذا الشعر بقى في صندوق لكن بعد 12 سنة 12 سنة بعد 12 شجريان خرجوا وقلنا
السنة الماضية. علي الطهراني هو تلميذ للخميني، هو عضو للمجلس الخبرغان، مجلس الخبراء، اول مجلس الخبراء الايرانيه، وهو اول حاكم الشعر لولايه خراسان، يعني زعيم احد الزعماء الايرانيه. لكن عندما مات طالغاني، طالغاني كان امام جمعه للصلاة الجمعة في طهران. طهراني كان يفكر بأنه هو سيأخذ مكان طالغاني في طهران، لأن أنا كنت معه، كنا نحكي، قال ممكن أنا بروح إلى طهران بعد الطالغاني يصير إمام جمعة للطهران. لكن بعد أيام سمعنا بأن خميني أعطى طهران إمام جمعة سيد علي خامنئي. علي الطهراني بدأ أن ينتقد خامنئي لأنه هو ليس مجتهدا وهو ليس خبير ليكون إماما للصلاة الجمعة في طهران، وبدأ مشاكل معه مع خامنئي ومع خميني، وترك محكمة خراسان، يعني ترك بيكون حاكم الشعر للخراسان، ومجاهدي خارج جاءوا عنده أخذه وصار أحد الرجال الدين المعارض للحكومة. هكذا بدأ الاختلاف تبعه. 10 سنوات في العراق خلافة الحرم، وصلنا الخميني بالبقرة والمصالة عندما جاء، لأنه زوج أخذ خامنئي لم يفعلوا معه شيء. حتى بدري خامنئي كانت لاجئا مع أولاده في العراق. أول مرة علي خامنئي، علي طهراني خرج من إيران وراح إلى باكستان. من باكستان هو خبرني بالتليفون، قال أنا رايح إلى العراق، إذا أردت أن تخرج أسرتي سيأتون إلى العراق معي. هو كان سنة ونصف في العراق، بعدين بدري خرجت مع 4 أطفال، بنتين وشابين، ومن باكستان السفارة العراقية أخذهم ودغري إلى العراق. وفي العراق علي طهراني كل يوم، كما قلت أنت، كل يوم كان يحكي في الإذاعة العراقية ضد الإيران، ضد خميني، ضد الحكومة الإسلامية، وحتى مشان الحرب كان يقول بأن صدام بدأ الحرب ضد إيران، علي طهراني. وبعد ما انتهت حرب مات خميني، علي خامنئي جاء صار زعيما للإيران، فلذلك عمل اتصالات مع صدام حسين خامنئي وطلب منه أن يخرج أخته وعلي طهراني من العراق. بدري أراد أن ترجع إلى إيران، أنا باتصال معه، قال أنا بروح بس شيخ ما يجي معنا. شيخ قال لي أنا أريد أن أروح إلى أمريكا وأقدم طلب لجوء سياسي. قلت ليش ما بجي إلى فرنسا؟ هذول أحكي معك كل سجلته، يعني أشرطة موجودة عندي. مخابرات العراق كانوا يأخذوا طهراني في لجنة، وفي من لجنة بغداد، وكان يحكي معي وأنا هون في استوديو إذاعة تبعي، سجلت كل هذه المكالمات. طهراني قال لا، أنا
في فرنسا ما لا أريد، أريد بس إنجلترا أو أمريكا. قلت أنا إنجلترا ما علاقة معهم، حتى حكينا مع نوريزادة هو ما استطاع أن يعمل شيئا. فأنا اتصلت بالأمريكيين، وأمريكيين قبلوا أن بعتوا اللجوء السياسي لعلي طهراني. حكينا هم جاؤوا هون في شانزليزيه 66، حكينا قالوا أوكي هذا الشخص نحن نعطيه اللجوء السياسي لأمريكا. لكن بعد أسبوع جاءوا عندي قالوا مسيو عباسي، مستر عباسي ليش ما قلت لي حقيقة؟ سألت شو ما هي الحقيقة؟ قال علي طهراني هو زوج أخت خامنئي. قلت كل العالم يعرف هذا، أنتم أمريكا سيا ما كنتم بعرفوا هيك؟ اليوم الأول قلت لكم هو أسرة مع علي خامنئي. قال لا 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 الآن أمريكا وقال لنا هاي مشكلة، هاي مشكلة، نحن عندنا علاقات طيبة مع إيران. أمريكا يقول لك عندنا علاقات طيبة مع إيران، إن أخذ إذا أخذنا هذا السلمة بيصير لنا مشاكل مع إيران، ما بدنا مشاكل مع إيران، نحن ما رفسنجاني كويس حاليا، ما بدنا مشاكل، لا نقدر نأتي. وأنا خبرت علي طهراني قلت آسف هم رفضوا أن بعطيك الرجوع السياسي، هل تريد أن تأتي هون؟ قال لا أبدا. وبعد أسبوع هو رجع إلى إيران، هو رجع إلى إيران. أنا قلت لك السيد نجاح محمد علي بأن هو أعطى فتوى لنقتل زعماء الإيرانية، وهو بمدة تقريبا 8 سنين من إزاعة بغداد كان يحكي ضد الحرب ضد الخميني، ورجع والآن جالس في بيته مع زوجته مع كل والشبابنا يوم على يوم يسقطون على الأرض ويقتلون شبابنا، لكن هذا الناس يعيشون. داره فال حافظ رو میگیره، فال حافظ، حافظ. اني رأيت الدهر من حجرك القيامة، من جرب المجرب حلت به الندامة، هرچند کازمودم از وی نبود سودم، من جرب المجرب حلت به الندامة. هذا حافظ الشيرازي، حافظ الشيرازي. منذ أسست إذاعة أبا إيران، طبعا إذاعة تبانا حتى اليوم كان إذاعة معارضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى اليوم. بعدين منذ 99 بدأت تلفزيون مهر، وهذا تلفزيون كمان تلفزيون معارضة، بس معارضة تبانا سيد نجاح محمد علي ليس بس معارضة سياسية، معارضة فكرية كمان. طبعا معارضة يجب أن يكون سياسيا وثقافيا، يعني إذا معارضة ما كان ثقافيا بس كان سياسيا لا نقدر أن نغير الأشياء في بلد، لأن السياسة طبعا دائما يتغير مع الأشخاص، لكن الثقافة يبقى. الثقافة الإسلامية إيرانية اسمه ولاية الفقيه، هذا ولاية الفقيه كل مسلمين العالم ضد هذا الفكرة. فلذلك نحن منذ بدأنا أن نكون معارضا
للرجال الدين الإيرانية بدأنا أن ننتقد ولاية فقيه، ننتقد الثقافة الحاكم في إيران. يعني أنت لا تقدر أن تكون معارضا بس بالكلام السياسي، لازم تكون معارضا بالفكر، تفكر. فلذلك نحن بدأنا أن نأتي أشياء إلى الشعب الإيراني بدل أشياء نأخذ منهم. إسلام سياسي، نحن ما بدنا إسلام سياسي، بدل إسلام سياسي بدنا حكومة سيكولار علماني ولكن مع فكرة إنسانية، مش فكرة سياسية. سياسية يخرج من إسلام، لأن إسلام ما يجا، أي دين ما يجا من أجل حكومة. هل أنتم تريدون من الدول الغربية أن تساعدكم لإسقاط النظام أو لتغيير النظام أو للضغط عليه لتغيير سلوكه فيما يتعلق بحقوق الإنسان؟ أنا أعتقد أستاذ نجاح بأن الدول الغربية لا يريدون التغيير في إيران، فلذلك أبدا نحن لا نطالب، أنا لا أطالب المساعدة الأجنبي، أبدا ما طلبت هذا. أنت صديقي وتشوف كيف أنا بشتغل هون وكيف أنازل. يعني أنا رفضت منذ بداية حتى اليوم أن أخذ قرشا من أجنبي. حكينا عن شيخ علي طهراني وحكينا عن أخت علي خامنئي، هذول شاهد، هذول يعرفون بأن في زمن صدام علي طهراني بعث هنا أشخاص لكي أنا أروح إلى العراق مع مجاهدي خالد، مثل مجاهدي خالد. حتى إذا إجا قنصول العراق في زمن صدام حسين، أنا دائما رفضت أن أخذ مساعدة من أجنبي. أنا لا أحكي من الآخرين. فلذلك أنا أعتقد بأن الأجانب لا يريدون حرية من شان إيران. الأجانب يريدون البترول الإيرانية، السلطة على إيران، يريدون شوف ماذا يعمل في العالم وماذا يعملون الأجانب من أجل إيران. نحن قلت لك قضية بريطانيا وبي بي سي ضد الشاه، وأنت تعرف قصة غوادلوب. فلذلك أنا شخصيا أعتقد، أنا أشكر فرنسا لأن هنا فرنسا صار لي بلد تاني أعيش ونازل وتعب، لكن حتى من فرنسا أبدا أنا لا أطلب مساعدة من أجل الكفاح والنزال تبعي ضد النظام الإيراني. نحن يجب أن نعتمد على قوة الشعب وقوة الشعب وقوة الشعب. منذ 32 سنة كل يوم كان انتخابات في داخل إيران، هذا النتيجة ما كان نتيجة الأصوات الإيرانية، لكن في هذه القضية 44 مليون شاركوا في انتخابات. أنا مش موافق مع مسيو موسوي، سيد موسوي، لا مع سيد كروبي، لا مع سيد خامنئي، لا سيد رفسنجاني. لماذا؟ لأن هذول كلهم نحن جربناهم، ولكن قليلا من الشعب وكثيرا من الشعب صوتوا بهذا الناس وهذول ما احترموا. فلذلك أنا أقول لك سيد نجاح، ماذا قمت أنت؟ نحن كنا مع الشعب، ولكن لم أكن مع موسوي لا مع كروبي. الشعب الإيراني اليوم يقول بأن أنت تعرف أحسن مني، يقول موسوي بهانة است، يعني موسوي ذريعة، ذريعة، يعني موسوي مش هدف. موسوي لأن كان رجلا من الحكومة. أنت حسن عباسي سيارشي أغيستا غيرت اسمك، وابن رجل دين، وأبوك كان يلبس عمامة، أنت ليش تلبس هذه القبعة؟ هذا قبة أنه قصة. تعرف في إيران في قصة يقال بأن كلاه صار من نزلا لا يلبسوننا كلاه، كلوكي، كلاو، كلاو. منذ جاء قصة يعني وضحها، كلاه سرما نزرا، كلاه سرما نزرا.
قريبا منذ سنتين الجمهورية الإسلامية الإيرانية أراد أن يضع كلاها على رؤوسنا، وهذه مع قصة مسوي وأخذر، يعني تخدعكم طبعا، يعني الخدعة. إيراني يقول كلها صار منازلي. هذا الخدعة خدعة أخضر، خدعة مسوي. أنا لكي شعبنا لن تنسى بأن هذا المسوي تنطلع عليه الخدعة، خدعة حطيتها لبست نفسك كلها. ودائما أنا أقول مواظب باشيت كلها سالتون ناري، كونوا حذرين لكي لا يخدعوكم ويلبسوا رؤوسكم كلاوات، لأن 17 مليون راهوا وصوتوا مسوي دون أن يعرفوا من هو مسوي. أكثر من 17 مليون، مشان مسوي هذا اللي قال 20 مليون صوتوا مسوي. هل مسوي من هو؟ مسوي هو رئيس الوزراء، وزير الخارجية، تلميذ خميني. من بداية الثورة حتى الآن آلاف الناس قد قتلوا، وهو كان رئيسا للجمهورية، رئيسا لدار الثقافة، وهو عضوا من هذا النظام. فلذلك هذا كله سرمون ناري. آخر شيء بدنا مشان إيران، بدنا بلد حر دون رجال الدين، دون الإسلام على السلطة، والشعب يعيش كما يريد مثل هذا الناس. شوف عندنا الصوت هنا، أنا تعرف مرتاح هنا، ولكن مش مبسوط. أنا مبسوط في بلدي.